لمزيد من التحليل حول تحركات الذهب وتعزيز البنوك المركزية العالمية لاحتياطاتها من الذهب بأكثر من 100%، ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور محمد الغباري المحلل الاقتصادي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية، مع سعي المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط مخاوف بالطبع إزاء النمو العالمي وارتفاع التضخم، ما تقييمك لأداء أسعار الذهب في هذه المرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله مساءكم كل خير. الحقيقة أنا عايز أوضح حاجة مهمة جدا، يمكن لو تابعنا الأسواق المحلية ومشتريات الأفراد بعد مخاوفهم بشكل كبير جدا من ارتفاع التضخم، واللي واضح جدا على تقليص نفقات المستهلكين من شراء سواء الخدمات أو السلع، هنلاحظ أن هناك ازدياد في مشتريات الذهب للتحوط من التضخم. ولكن يمكن هناك فجوة ما بين زيادة الطلب المحلي على الذهب وسبائك الذهب وما بين الأسعار العالمية. في الوقت اللي بيزداد فيه الطلب على الذهب، بنشوف ازاي كان هناك تراجع في الأسواق العالمية على الذهب، واللي وصل يمكن في الفترة السابقة لـ 1680 دولار للأونص. ولكن هذه الفجوة لكون يمكن أداء صناديق التحوط أو أداء المستثمرين توجههم بيختلف على أدوات الدين أو الأسواق عليك المخاطر بخلاف عن المستثمرين أو الأفراد أو المستهلكين. فبالتالي هنلاحظ أن هناك ازدياد من مشتريات الأفراد للذهب بالفترة اللي فاتت، خاصة مع أن بيتم تقليص النفقات بشكل واضح شديد جدا في مقابل الامتلاك والاستحواذ على الذهب من أجل التحوط من التضخم. فبالتالي يمكن الأفراد بشكل واضح جدا أن هناك شراهة غير طبيعية على الذهب، ويمكن ده بيتجه كمان ليه البنوك المركزية اللي نقدر نقول عليها في تسابق لحيازة الذهب، خاصة أن احنا عندنا مع توجه البنوك المركزية وخاصة على رأسها الفدرال الأمريكي بتجديد سياستها النقدية، فده بيؤدي إلى انتعاش وقوة الدولار الأمريكي، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملات النامية أو الدول النامية والناشئة. فبالتالي لابد توجه البنوك المركزية للتحوط من انخفاض قيمة عملتها بأنها يكون لديها احتياطي ذهب من أجل أن تقوي مركزها المالي. طيب، البعض يتوقع أن تتخلى ربما البنوك المركزية العالمية في عند نقطة ما في هذه المرحلة عن حيازات الذهب خلال الفترة القادمة، هل تتفق أو تختلف مع هذه الرؤية؟ خلينا نوضح حاجة مهمة جدا، يمكن احنا يمكن أن لا أتفق مع هذا الأمر لسبب بسيط جدا. يمكن شفنا ازاي بتصاعد التوترات السياسية حاليا. صحيح. عندنا عدة عوامل بتقول ان لابد ان يعود الذهب للبريق مرة أخرى، خاصة ان احنا عندنا عدة عوامل بتشير بأهمية الذهب خلال الفترة الجاية. يمكن الذهب لم يتجاوب بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت بالارتفاعات، ويمكن شفنا انخفاضات، ولكن كان صحيح. السبب الرئيسي في هو ان التوجه اكثر كان للدولار الامريكي، خاصة توجه الفدرال الامريكي بتجديد سياسة النقدية، وده اللي ادى لانتعاش الدولار الامريكي بشكل كبير جدا على الحساب بالذهب. لكن خلينا نوضح حاجة مهمة، ان الذهب هو علاج آمن ضد التضخم، وقد يكون هو يعبر عن الاقتصاد الحقيقي عن باقي العملات. شفنا العديد من الدول انها بدأت تستبدل احتياطيها من العملات بالذهب. شفنا النهاردة ازاي روسيا بتحاول انها يعني تتخطى وتتجاوز العقوبات الاقتصادية من خلال الذهب أو طرق الأخرى بالروبل الروسي. فبالتالي الذهب أصبح له وضع مهم جدا في هروب روسيا من العقوبات الاقتصادية. عندنا كمان عندنا التضخم والمخاوف من التضخم، عندنا حاليا دلوقتي المخاوف الشديد جدا بالركود الاقتصادي، وخاصة ظهور بيانات اقتصادية بتوضح انكماش الاقتصاد الأمريكي، خاصة كمان يمكن الأسواق في انتظار نتائج التوظيف، ولكن لحد كبير احنا دخلنا في منطقة الركود الاقتصادي الأمريكي، شفنا ازاي تراجع وانكماش للنشاط الاقتصادي. فبالتالي كل هذا يعبر ان هناك خطورة على الاقتصاد العالمي، وبالتالي اغلب الدول بتبدأ تلجأ للبنوك للذهب،
وخاصة طيب بما أنك ذكرت دكتور النقطة الخاصة بروسيا تحديدا، أسألك عن الاتجاهات التي يتم الحديث عنها في الأوساط الأوروبية والأمريكية بشكل خاص منذ فترة حول مسألة فرض العقوبات على الذهب الروسي، وكما ذكرت أن كان هذا متنفس لروسيا بشكل أو بآخر. ما السيناريوهات المتوقعة في هذه النقطة تحديدا؟ زي ما حضرتك تفضلتي نقطة مهمة جدا، لما يحصل حظر على الذهب الروسي معناه ان انا بتكلم على تهديدات فيما يخص العرض من الذهب، بالتالي هنا هيكون في خلل ما بين العرض والطلب بالنسبة للذهب، فبالتالي قد يؤدي ذلك الى المزيد من ارتفاعات للذهب. ده ناهيك كمان ان هو هناك طلب او زيادة في الطلب على الذهب. وعايز اقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، يمكن بمراجعة تقارير مجلس الذهب العالمي بنشوف ازاي هناك تسابق لعديد من الدول على امتلاك الذهب، والتسابق في الاحتلال للمراكز العشر الاولى من الدول التي تمتلك احتياطات الذهب، فبالتالي اتوقع مثل هذا الخبر ده يعزز صعود الذهب خلال الفتره المقبله، وخاصه ان روسيا حاليا بتحاول انها تتجاوز العقوبات الامريكيه والاوروبيه من خلال انها تستخدم وسائل اخرى للتبادل التجاري، من ضمنها الروبل الروسي، من ضمنها الذهب، ومن قبلها كان بيتكلم على البيتكوين، فبالتالي اصبح الذهب وسيله اساسيه. وربما كان هناك بعض التوقعات من بعض الخبراء وبيوت الخبره بان اسباب امتلاك البنك المركزي للذهب لعل يكون هو سبب رئيسي لبدايه التبادل التجاري مع روسيا للهروب من العقوبات الاقتصاديه. طيب اذا ما تزايدت التوترات الجيوسياسيه يا دكتور في الفتره القادمه، كيف سيكون تاثير ذلك على جاذبيه الذهب في الفتره المقبله؟ زي ما احنا قلنا ان في عده عوامل، مش ليست فقط العوامل الاساسيه هي التوترات السياسيه، احنا دلوقتي عندنا عده توترات، عندنا توترات حاليا المخاوف واللي يمكن عادت لطاوله مره اخرى اللي هي المخاوف من التوترات او حده التوترات ما بين الولايات المتحده الامريكيه والصين، عندنا التوترات السياسيه اللي هي حاليا مستمره في ما بين اوروبا وامريكا وروسيا، ولكن لا ننسى نقطه مهمه جدا وهو ان التجديد السياسه النقديه للفدرال الامريكي، وبدا يوضح الفدرال الامريكي جيروم باول في حديثه الاخير بقد يبطئ من وتيره تجديد السياسه النقديه، وطبعا ده هيكون في غير صالح الدولار الامريكي، وده طبعا لو ان تم، وخاصه الاصوات بدات تسعر بان قد يكون رفع معدل الفد خلال الاجتماع المقبل قد يكون ما بين 50 ل 25 نقطه اساس، فطبعا ده قد يكون ضد الدولار الامريكي وقد يعطي فرصه لصعود الذهب خلال الفتره المقبله. نعم، اذا شكرا جزيلا لك دكتور محمد الغباري المحلل الاقتصادي، حدثنا عبر سكايب.